اليوم طلعنا مظاهرات نطالب بحقوق المحاضرين الوداريين. محافظة الشمال يبلغ عددهم أكثر من 4000 محاضر، وبقية المحافظات أكثر من 30000، أكثر من 25000، بينما السماوة أقل فئة يصدرها 4000 محاضر. اليوم ولا نائب موجود، 7 نواب عندنا ولا نائب موجود. محافظة يوجد بها المحاضرين هو إحنا محافظة السماوة، غير المحافظات 60000 و30000 و50000 ويجوبون حقوقهم النواب. احنا نوابنا اليوم ولا نائب، لا نائب لا مسؤول لا اداري موجود، وهي هاي المظلومين ذولا. تتضافر اليوم الحشود الحاشده من الاداريين والتربويين المتمثلين بالمطالب التي اقرت لهم بموازنه 2023، لكنها اباءت بالفشل والوعود الكاذبه. واليوم تتضافر يوم 14 ايار تتضافر هذه الحشود للمطالبه بابسط الحقوق الا وهي الانصاف وزجهم في موازنه 2023. حقوقنا السلميه، اريد نطالب بحق 20 سنه واحد من عمرنا. يعني احنا اذا الدوله ما محتاجتنا ليش اعطتنا هاي الشهايد؟ ليش دخلتنا جامعات؟ يعني هسه انا اتكلم عن زملائي، احنا اصحاب عوائل. يعني يا دولتنا يا رئيس الوزراء، عاجبك هذا الصايب بدينا؟ احنا من العمل، متى من العمل؟ العماله كسرت ظهورنا، اعطينا حقنا، ما نريد اي شيء من عندكم، بس نريد حق ابسط مطلب. يعني احنا الخريجين نسوي عجز بالميزانيه، ورواتبكم العاليه، راتب رئيس الجمهوريه 100 مليون. Thank you.